الأحمر يأتينا بالثقة كالعادة. أنهى لقاء بالأمس في مستهل لقاءاته، لعب قوي وصل موسيف من جمهورية إيران الإسلامية في الركن الأزرق. عبد الملك الذي أمتعنا في البارحة، ولكن تعجل الفوز في الجولات الافتتاحية لأول مباراة يلعبها في البارحة. ما شاء الله، هذا اللاعب القوي في وزن 75 كيلوغرام، الوزن المتوسط ميدل ويت. يعد هذا اللقاء 16 في لقاءات اليوم من 25 نزالا، والرابع. اللاعبين الإيرانيين يتمتعون بالقوة الجسدية أيضا والبنيان الضخم. الحكمة مع التعليمات، وإلى زاوية روسيا السعودية الشقيقة، والجولة الأولى. اللاعب الأحمر، وقفة استعداد الساوث بو التي يقف فيها باليد اليمنى واليد والرجل اليسرى في جهة أقرب إلى الخصم في زاوية مغايرة، كما أن اللاعب الركن الأزرق أيضا في وضعية الساوث بو. كلا اللاعبين يتمتعان بقوة عضلية وجسمانية كبيرة في وزن 75 كيلوغرام، الوزن الذي تكثر فيه ضربات القاضية، ونتمنى عدم حصول ضربات قاضية. نتمنى المتعة التي شعرنا بها في اللقاء السابق بين بطلين عظيمين، وكان الفوز حليف أحدهما فقط. اللقاء الذي يجمع طاجكستان وإيران في لقاء الربع النهائي في السلسلة 31 للبطولات القارية الآسيوية في مدينة دبي وعلى أرض الإمارات العربية المتحدة. بداية حذرة من كلا اللاعبين. لا أرى اللاعب في الركن الأحمر يتعجل نتيجة في هذا اللقاء. حتما هو يحسب يعني حسابا للركن الأزرق. لقد استشف أنه ليس بالخصم السهل من الجولة الأولى، وهذا ذكاء من اللاعب الركن الأحمر. هناك تدريب ولقمات قوية يسرى ويمنى من اللاعب الركن الأزرق، والرد عليها سريع من الركن الأحمر. بدأ يتحرك أكثر. يمنع الضرب خلف الرأس للركن الأزرق. هنالك لاعب ذكي، وهناك الخبراء يقولون هناك تدريب داخل الحلقة، وهناك ومرة أخرى تنبيه بعدم الضرب في بطن اليد داخل الحلقة. هنالك تدريب، اللاعب يستشف الخصم ويبتدع أسلوب حماية أو أسلوب هجوم من نفسه حتى في الجولات الأولى على الأقل الافتتاحية، حتى يعود إلى المدرب وأخذ بعض الأخطاء التي نفذها الخصم استغلالها لصالحه. وفقط اللاعب الذكي هو اللي يعرف يتصرف في الجولة الأولى ويتعلم. هناك تعليم داخل الحلقة، وهناك تعليم يتم خارج الحلقة قبل اللقاء وبعد اللقاء. دقيقة شرفت على الانتهاء الأخيرة في عمر الزمن اللقاء. ضربات القوية والأجسام البدنية، هذا الشاب للتعلم، وضربة مستقيمة يسرى من الركن الأزرق تتبعها خطافيات تخطئ الهدف. من سيكون الفائز؟ لا زالت جولتين من المتعة والإثارة عبر قناة دبي الرياضية وقناة أبوظبي. نشكر مجلس أبو على إتاحة الفرصة لإقامة هيئة الثانية عند قرع الجرس. من سيبدأ الهجوم؟ الركن الأزرق والأحمر معا. المحاولة السيطرة على نصف الحلقة، اللكمات المتواصلة، نكبات نحو الجذع، لكمات عليا وسفلى، خطافية تخطئ مكانها، وخطافية من الركن الأحمر أيضا، خطافية أخرى صاعدة من الركن الأحمر.
بدأ اللقاء يشتد. الالتحام لمدة أقصى 10 ثواني. لكمات قوية. مرونة كبيرة من كلا اللاعبين. وتصميم على الصعود إلى نصف النهائي. الأحمر في وضعية الساوث بو وكذلك الأزرق في وضعية الساوث بو. وضعية الاستعداد. ما هو سر التفوق؟ يندر وجود اللاعب الأعصر الذي يعتمد على اليد اليسرى وتكون اليد dominant hand اليد اليسرى. وقد يكون في ناد واحد من 10 لاعبين من أصل 10 لاعبين يوجد لاعب واحد هو الأعصر ويتمتع باللعب مع 9 لاعبين باليد اليمنى ويكتسب المهارة والتكنيك الخاص بالفوز عليهم في حين تكون فرصة كل واحد فيهم 1 من 10 لمقابلة اللاعب الأعصر والتعامل معه. والمدربين النصائح في التعامل مع هذه الحالة الخبراء فقط. تكمات قوية من اللاعب الإيراني والقوة الجسمانية أيضا. هنالك بعض الملاكمين المميزين الذين يستطيعون اللعب على الوضعيتين على وضعيتي الاستعداد. قد يكون منهم المحترف الذي أمتعنا كثيرا البطل العربي نسيم حميد الذي كان يلعب بطريقتين وبأسلوب استثنائي لم نشاهده منذ اعتزل اللقاءات الاحترافية. كان يلعب بوضعية الساوث بو والأوثودكس. هو لاعب عسر ولكن إن اضطره الوضع يلعب في وضع الأيمن. يستمر هذا النزال القوي في وزن 75 كيلوغرام تاجكستان. وإشارة للركن الأزرق بعدم الضرب خلف الرأس. الملايين حول العالم يتمنون عودة لاعب كمثل اللاعب العربي نسيم حميد الذي استمتعنا كثيرا في فترات الشباب والطفولة لمشاهدة هذا البطل الاستثنائي. لكمات قوية لكمات صاعدة. وانتهاء الجولة بشكل أفضل. قتال مخرج اللقاء وعشر ثواني حتى بداية الجولة 3rd and last وتنبيه شفهي للركن الأزرق بعدم الضرب خلف الرأس. استعداد وحذر. بريك أمر من الحكم بانفصال كلا اللاعبين وخطوة للخلف واستكمال مجريات اللقاء. تكمات قوية التحام غير متعمد واللاعبين ماهرين بشكل كافي لا يحتاجون نصيحة الحكم. انزلاق ليس عن طريق لكمة إنما انزلاق للاعب الركن الأزرق والحكم تشير لاستكمال اللقاء. لكمة خطافية يمنى ثم يسرى من اللاعب الركن الأحمر واللاعب الإيراني له بالمرصاد. هذه اللكمات القوية المستمرة. في الدقيقة الأولى للجولة 3rd and last بين طاجكستان وإيران. لقاء قوي. واللاعب الذكي اللاعب الركن الأحمر الذي لم يتعجل إنهاء اللقاء بالأمس أنهى اللقاء في أقل وقت بالضربات القاضية. وفي هذا اللقاء عرف أن الخصم الإيراني هو ند قوي سيكلفني الانتظار مجبرا ل3 جولات. لكمة صاعدة يسرى من لاعب الركن الأزرق لاعب مسافي الإيراني مسافي لديه لكمات قوية صاعدة. بول طيب من طاجكستان. خصم قوي أيضا خصم أنيق ويعمل على الضربات المرتدة القوية وهو لاعب ذكي أيضا. واللاعب مسافي ذو القوة واللكمات القوية المؤثرة. مستوى قاري على أعلى المستويات. أعزائي المشاهدين في كل مكان لازلنا نتابع أحداث البطولة القارية الآسيوية المقامة في دبي
والمسمى بدلهي دبي 2021 لافتراض إقامتها في مدينة دلهي في دبي. وتعذر إقامة اللقاءات في دلهي نظرا للوضع. نتمنى السلامة لإخواننا في دولة الهند الشقيقة. هناك تعاون مشترك على الدوام بين دولة الهند الشقيقة ودولة الإمارات. الحكمة وإيقاف مؤقت مستقطع ثم تستكمل النزال في الدقيقة 42 ثانية. شارفنا على انتهاء من الجولة لإعلان التذكرة التي ستعطي لاعب واحد من أحد من كلا اللاعبين للتأهل إلى نصف النهائي. بعد تجاوزه نصفه وبسوف يمثل من البطل. نعم، اللاعب الإيراني موساوي كان الأفضل والأقوى من وجهة نظر القضاة، روح رياضية من الفريق.